كثير من الامور يلي لها علاقه بالتجميل، بالاهتمام بالبشره وخصوصا التخلص من المشاكل، رح نحكي عنها بمحطتنا التاليه بخصوص الجمال. دكتور مشموشي صباح الخير. صباح الخير، كيفك اليوم؟ ماشي الحال. زمان اشتقنا لك. نحن اكثر. رح نحكي اليوم عن عدد من الامور يلي لها علاقه بمشاكل بالبشره ممكن تصير، وبنفس الوقت بنكون عم نحل المشكله بس كمان عم نعطي هالرونق وهالجمال يلي مفروض انه يكون بوجه اي سيده او اي رجل كمان بحب يهتم بحاله. من وين بتحب انه نبلش حتى نقدر نحكي عن كمان طرق العلاج اللي اليوم صارت اكثر موجوده من خلال الاف اي 1 او الاف اي 2؟ رح نبلش بموضوع النضارة. لهيدا الموضوع بهم كتير من الصبايا والستات. كل الستات بحبوا يكون عندهم وجه مضوي نضر، ما يكون وجه باهت مثل ما عم نشوف بالصور. رح نشوف الصور تباعا ونعلق عليهم اكيد. الاحصائيات بفرنسا الاخيرة بباريس شفتها بتبين انه 9 من 10 من الستات بهمهم موضوع النضارة، وبيسبق هالموضوع واهم عندهم من موضوع التجاعيد او المشاكل الاخرى، الترهل او غيرها بالوجه. هلا نحن بنعرف اسباب فقدان النضاره من الوجه كثيره، الشمس، ستريس، السهر خاصه بهالايام، التدخين. صارت سبب المونديال لفقدان النضاره والتلوث. هلا في تقنيات كثيره كانت دائما تحكي عنها مدام جين ناحيه السوان، كيف البريفونسيون انه نتوقع هذا الموضوع. انا راح احكي عن تقنيات هلا عم نشوفها وعم تتداول بالعالم، منها تقنيه البي ار بي، يعني هو البلازما الغني بالبلاكيت بالصفائح الدمويه. هالتقنيه اسمها غريب شوي، هي تكنيك دي فامبير اول ما انطلقت، لانه عم نستعمل دم وعم نحقن هيدا الدم بالوجه. هو الطريقه بتصير انه بناخذ من ذراع المريض، بناخذ دم من المريض او الست، يعني مش المريض او الشخص، 8 سيسي دم بواسطه سرنج. هيدا الدم بنحطه بتيوب، بنعمل له سنتريفيكاسيون لنفصل البلازما عن الكريات الحمر والكريات البيض. الكريات الحمر والكريات البيض بيبقوا تحت التيوب، بقلب التيوب، باسفل التيوب، والبلازما بتصير على الوجه. بناخذ من هالبلازما اللي لونها اصفر، في صوره موجوده، بناخذ 6 8 سيسي مثل ما عم نشوف لونها اصفر، 8 سيسي بواسطه سرنج، وبنحقن 6 سيسي بدنا بالوجه، بمجمل الوجه، بكل مناطق الوجه. هلا ليه بنحقن هالبلازما؟ البلازما انه فيها دراسات انه فيها عوامل النمو، فاكتور دو كرواسانس. بس مفروض نعمل من هالتقنيه لنوصل لنضاره، مفروض لنضاره مؤقته. هيدي دراسات هيك بتقول، نضاره مؤقته، مفروض نعمل عده جلسات، يعني انا بسمع انه عم نعمل جلسه، بعمل لك جلسه خلال سنه. هيدا الشيء مش صحيح، مفروض نعمل 3 4 جلسات خلال سنة، أنا انترفال إنه 3 ل4 أشهر، مفروض نعملها بظروف معقمة لأنه عم نتعامل مع الدم بالآخر طبعاً. يعني في ريسك لالتهاب، في ريسك لنقل شغلات. الشغلة اللي أهم إنه مفروض نشوف فحص الدم قبل ما نستخدم هذه التقنية، لأنه مفروض نشوف أداء عدد الصفائح البلاكات، إذا واطين ما فينا نعملها، إذا في مشكلة بشغل البلاكات فيبرين كمان واطي ما فينا نعملها، إذا طبعا في مشاكل دم تانية، سيلان دم أو التهاب كمان ما فينا نعملها. هلا في تقنية جديدة. لا شو لك؟ لا إنه مهمة. حسيتها كثير ملبكة. لا ما ملبكة، إنه فينا نعملها بس مفروض نهتم، يعني إنه من ناحية التعقيم مفروض إنه مثل ما قلنا نشوف الفحوصات، نعملها 3 4 مرات بالسنة تعطينا نظارة، وانه افانتاج انه انا عم بستعمل دم المريض، يعني ما عم جيب دم من برا. وهلا هي ما بتاخذ وقت كثير، يعني انه سحب الدم بياخذ 2 دقيقة، سنتريفيكاسيون 6 7 دقائق، والطريقة بتاخذ 1/4 ساعة، يعني تنعمل. في كثير ناس بحبوا انه انا من دمي. هلا في تقنية الاف اي 2 اللي هي هيدي عبارة
عن الضوء، يعني عم نستعمل الحرارة من هيدا الضوء لنشط الكولاجين والإلاستين والدورة الدموية لمدة 6 أشهر. هاي التقنية ما بتتطلب تحضير كتير خاص، بنعمل منها 3 جلسات، جلسة كل شهر، وإذا كان بين عمر 28 و 35 جلسة وحدة كافية لتعطينا نضارة بتدوم 3 سنين. هاي التقنية بتنعمل على كل أنواع الجلد، بتنعمل بكل الفصول، وما في إلى موانع كبيرة، وما بتتطلب أي تحضير مثل ما قلت خاص. عظيم جدا. هلا عم نحكي لكان اول نقطه يلي هي لها علاقه بالنضاره. في عنا يعني مشكله ثانيه ممكن تكون موجوده يلي لها علاقه بالندوبات او الجرح يلي ممكن يكون معلم محله، او يمكن حتى ما بعرف حب الشباب يلي بيترك هالسيكاتريس اللي موجودين عند الاشخاص. شو فينا نحكي عن هالموضوع؟ وانا بدي اعرف هلا بهالفتره هل بيقدروا يستعملوا هالتقنيات مع وجود شوب وشمس والى اخره؟ هلا الندبات اللي ناتجه مثل ما عم نشوف هون ناتجه او عن حادث سياره او عن مشكله ثانيه، يعني اي مشكله او مشكله يعني ولا تترك اثر بالوجه. هلا معالجه هيدا النوع من الندبات اللي ناتجه عن حوادث سياره او عمليات جراحيه، كان بالاول نستخدم تقنيه اسمها ديرمابرازيون، يعني انه نعمل قشر لاول طبقه من الجلد حتى نوصل لاول ثاني طبقه. تقنية بتصير بواسطة يستعملوا فرشية أو بابيه، يكون الراس تاعها كتير خشن، طبعا بتطلع دم إنه لما نشتغل بآخر التقنية، موجعة شوي، وبدها لتعمل ليلتئم الجرح بدها وقت لحد 2 أسبوع، ومفروض 6 أشهر ما إنه نعرض المنطقة للشمس. هلأ التقنية اللي عم تستخدم حاليا بالعالم لمعالجة هيدا النوع من الجروح هي تقنية FA2، FA1 يعني. هلا FA2 فينا نستخدمها، بس في FA1 اللي هي انه جلسة وحدة فينا نستخدمها على منطقة محددة، ان كان الوجه او عملية ناجعة عن سيزاريان او عن شيء اخر، يعني عن ازالة كتلة من الدهن لبوم او شيء. FA1 هي هيدا الليزر اللي بنشط الكولاجين والالاستين بالجلد لمدة 6 أشهر. هيدا جلسة واحدة كافية انه نوصل لمعالجة هالموضوع بنسبة 50 ل 70%. بيتطلب انه نغطي الجرح او نبعده عن الشمس يعني لمدة 1 أسبوع يكون مغطى، وبعدين لمدة 2 شهر طبعا نحط واقي للشمس لما بدنا نتعرض لأشعة الشمس، وخاصة بمنطقتنا العربية. هيدي التقنية فينا نستخدمها بدون أي تحضير خاص، بنحط كريم على الجرح، بننطر ساعة، الجرح بياخد وقت شغل ربع ساعة، والمريض بيظهر عادي ما في أي وجع أو ست يعني. هلا بس بدي أحكي بموضوع هون هلا هيك على سبيل بآخر هلا دراسات بفرنسا، وانا شاركت بتابل روند بطاوله مستديره لاحد هالمواضيع قصه السيكاتريس والندبات. هلا عم بيحاولوا وصارت الدراسه كثير موجوده وجاهزه، وفي احدى السنترات بفرنسا بلشوا عم يستعملوه بس على سبيل التجربه، هو استخدام ليزر يعني بشكل فرد، ما بتعود نخيط الجرح. هالليزر اللي بشكل فرد من بعد ما نخلص عمليتنا او على الجرح او على شيء بنستخدمه لتسكير الجرح بواسطه الليزر. ليه؟ لانه الليزر يعني عم نحكي نظريا انه عم بنشط الكولاجين والالاستين والدوره الدمويه بشكل كبير وسريع، وبساعد بالتئام الجرح. هلا هيدا بلش بعد ما بلش الدواء لصيد عالمي، بس صار موجود، وبعض السنترات بفرنسا على سبيل التجربه عم يستخدموه، وعم بصير كثير لقاءات بحول هيدا الموضوع. يعني نصير نتخلص من من كل شيء على السريع. من بتعرف هيك اشياء كنا نشوفها بالافلام. نعم. انه كيف يستعملوا كل التقنيات الموجوده. نعم. هيدا بافلام الساينس فيكسيون من كذا. نعم. سنه. نعم. كانوا يمكن انا هيك مره شايفتها انه واحد عم بيسكر ب نعم يوم والفكره كل شيء عم انه انا هالجرح ليلتئم، يعني بدك انه تحفز الكولاجين والالاستين وتحالجي هون، في الليزر بيساعدني بطريقه سريعه فورية. لا سكر لهيدا الجرح، مش نسكر وبعدين نرجع نعمل. من النقاط اللي حابين نحكي عنها اليوم كمان هي موضوع الليفتنج،
يلي يعني كثير سيدات هلا عم بيلجؤوا له كعمليات عم نروح والى اخره، واوقات يعني شكل الوجه بيتغير بموضوع الليفتنج. هلا في ستات ما بحبوا العمليات او في موانع طبيه عندهم ما بتخليهم يعملوها، يعني اذا عندها مشاكل سيلان دم قويه او ما فيها تتبنج او لاسباب اخرى، سكري مرتفع، ما بدي فوت بكل هالتفاصيل، او خاصه مثلا بعمر بين ال 35 وال 40 او 45 لما تبلش بوادر ترهل هيك على الخفيف بالاول او الوسط، كثير ستات طبعا ما راح يلجؤوا للعمليات الجراحيه حتى لو كان بعمر بعدين. هلا في تقنيه عم تتداول، انا في تقنيات كثيره بس انا عم بحكي شوي عن تقنيات اللي هلا عم تتداول وعم نسمع فيها هون وهون وهون. في تقنيه انه الخيط الفيل سيسبونسير بنقول، اللي هو بلش فيها طبيب روسي من موسكو اسمه سلماني نيدز، هو اللي بلش بهي التقنيه، يحط فيل يشد الانسجه اللي تحت الجلد تا يعطينا ليفتنج، وبعدين صار تتطور هي التقنيه وهلا صار في خيوط جديده. انا سمعت انه ما كثير يعني لقيت استحسان. هلا لقلك انا هلا في ناس بحبسوها بس لاقول انه انا شو بعض الاحيان بتسبب. هلا في ناس بحبوها بس لاقول انا اعرض، انا مفروض اعرض بموضوعيه الشغلات اللي ممكن تسببها. هلا صار في هلا خيوط فينا نستعملها بتضاين من سنه لسنتين هالريزورباب. هلا في خيوط بتضاين اكثر بس المستخدم حاليا هو الاكثر هو هيدي الخيوط بتضاين من سنه لسنتين. هون كمان مفروض ننتبه كثير لقصة التعقيم باستخدام هاي التقنية، كمان عم نحط كور اترانجي بالاخر، جسم غريب عن الجسم. مفروض ينشغل بشكل كثير هارموني وصحيح يعني بالوجه، ليه؟ لأنه كثير عم نلاقي بعض الأحيان يعني اختلاف بالنيفو تاع الجلد. فوالا. أو تحت الجلد حتى بنلاقي مرتفعات تحت الجلد. الشغلة الثالثة، في ناس عم بيعانوا من بعض هاي التقنية من بعدها بواسطة مشكلة بالمضغ، بمضغ الأكل، بالماستيكاسيون، بالعلك الأكل. هلأ إذا ما انعملت بشكل صحيح. ليه؟ ما نحن عم نحطهم بمنطقة الوجه عم نشد، إجمالا بدنا أربعة فيل هون بهالمنطقة وأربعة فيل بهيدي المنطقة، أربع خيوط بكل منطقة. هلأ طبعا هاي التقنية ما بتنعمل بنص ساعة ساعة، بدي بتتطلب بنج موضعي كمان، بتتطلب انه ينعمل جرحين صغار 2 سنتيمتر تقريبا بمنطقة الشعر يعني فوق الدينة طبعا مخبية بالشعر. هلا في تقنية جديدة هي تقنية الـ FA2 اللي فينا نستخدمها لحل هيدي المشكلة بنسبة كبيرة، وخاصة إذا بالترهل اللي من النوع الوسط نتائجها عم تكون رائعة لناحية الرقبة والوجه. تقنية سهلة فينا نستخدمها بكل الفصول على كل أنواع الجلدة. بنحط كريم على الوجه، بننطر ساعة، من بعدها بنمرق بهيدا الضوء لمدة 3/4 ساعة بدون أي وجع، وبتظهر الست بكون عندها شوية احمرار لمدة نص ساعة وبتخلص الاحمرار بعد نص ساعة. بعد الجلسة الثانية إذا كانت فوق الـ40 بتبلش يبين نتائج هيدي التقنية والفرق، وبتضل تتفاعل القصة لمدة 6 أشهر وبتضاين لمدة نتائجها لمدة 3 سنين. عظيم جدا. آخر نقطة ما نحكي عنها بشكل كتير سريع هي البور دي لاتي أو المسامات اللي الواسعة. واسعة مفتحة بالجلد. هلا المسامات الواسعة أكثر شيء هي بتتواجد بمنطقة الجبين، بالمنطقة تي زون تي بنقول، منطقة الجبين وحوالى الأنف وعند منطقة الدقن. هلا لحل هيدي المشكلة فينا نستخدم تقنية السكين ريجوفينيشن، يعني لوميير انتونس بيرسي، هي عبارة عن ضوء، هيدا مش ليزر، بنشط الكولاجين والإيلاستين بالجلد، بنعمل منها 3 جلسات، جلسة كل شهر، الجلسة بتاخد 10 دقائق، ما في إلى أي كونسيكونس، أي مردودات سلبية، وبتحل لنا المشكلة، وبنجدد هيدي التقنية كل سنة بنعمل 3 جلسات. هلا الـ FA2 هي حل لهيدي المشكلة، البور ديلاتي،
مثل ما حكيت عنها سابقا انه فينا نعملها على كل الجلد، في بروجرام خاص لهيدا الموضوع ونتائجها عم تكون كثير منيحه وبتضينا لثلاث سنين نتائجها. اهم شيء انه هالمشروع كله تبع الاف اي 2 كمان ما بيتاثر هلا بالشمس، يعني بوقت اللي كان بيقدروا يعملوه بعد كم يوم بينزلوا طبيعي. نعم. على البحر. والمهم انه على كل انواع الجلد، يعني المشكله اللي كانت سابقا انه ما فينا نستخدم هيدي التقنيات اللي بتعتمد على الضوء على الجلد التيب 5 أو 6. مرسي لك كثير دكتور مشموشي على هالمعلومات، بتامل كل اللي عم بيحضرونا اليوم قدروا يستفيدوا واكيد يشوفوا اي تقنيه هي اللي بتناسبهم اكثر. قبل ما ننتقل لحتى نتابع رح نشوف بهالجوله شو في اهم افلام اختارتها غيدا ضمن بالسينما. I believe we have a choice in this world about how to tell sad stories. On the one hand, you can sugarcoat it. And nothing is too messed up that can't be fixed with a Peter Gabriel song. جديد بالصليط الفيلم الدرامي The Fault in Our Stars المرتكز على البست سيلر اللي عم بيحقق نجاحات كتير كبيرة عن شخصين بيتعرفوا على بعض بظروف صعبة مع شايلين وودلي وأنسل ألغول. For a little infinity. It's a good life, Hazel Grace. Okay. Okay. وفيلم الأكشن والجرائم سابوتاج عن كارتيل المخدرات مع أرنولد شوارزنيجر، سام وورثينغتون وتيرنس هاورد. بما يختص بكل المشاهدين يلي عم بيتابعونا بخارج لبنان، من بعد هالبريك الصغير رح نرجع نحن وياكم نتابع فقراتنا، فأكيد خليكم معنا.